نظمت جامعة البحرين ندوة عن جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. تحدث فيها دكتور فانغ شون مياو مدير الجائزة في منظمة اليونسكو والسيدة رنا معتوق من مكتب الجائزة بالمنظمة، وبحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الجامعات والتربويين المدعوين. وقد أكد سعادة الوزير أن إطلاق هذه الجائزة يعد واحدا من أهم تجليات التزام مملكة البحرين بالأهداف الإنسانية لمنظمة اليونسكو، وقد جاءت برعاية كريمة من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تأكيدا لاهتمام جلالته بالتعليم وتعميمه باعتباره حقا للجميع، وانسجاما مع توجهات المنظمة في التقريب بين الأمم والشعوب عبر استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم. وأضاف الوزير أن ما يؤكد نجاح هذه الجائزة هو الإقبال الدولي على المشاركة بها منذ تدشينها، حيث شهدت مشاركة 1000 مشروع ومبادرة تعليمية من مؤسسات عريقة على الصعيد العالمي، وفاز بها 16 مشروع رائد، مشيرا إلى أن دورة الجائزة للعام 2016 شهدت تقديم 100 وطلبي ترشح للمشاركة من 52 دولة و15 منظمة وطنية ودولية. بدوره بيّن رئيس جامعة البحرين المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه الجائزة، متوقعا أن يزداد إقبال المشاركين بها من أنحاء العالم في السنوات المقبلة. من جانبه أكد مدير الجائزة بمنظمة اليونسكو في عرض قدمه المكانة الدولية المهمة للجائزة وانعكاسها الإيجابي على تشجيع الابتكار والإبداع في مجال دمج التقنية والتعليم على الصعيد العالمي، مستعرضا المشاريع الفائزة بالجائزة منذ تدشينها لما حملته من أفكار تعليمية مبتكرة. هذا وقام مدير الجائزة بتنظيم محاضرة في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، تحدث فيها عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. تم استعراض النتائج الكبيرة التي تحققت من الجائزة التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والأثر الكبير عليها واتساع هذه الجائزة وتغطيتها للعديد من الدول، وأصبح هناك إقبالا عليها متزايدا، وتكرم مشاريع وأعمال رائدة أثرت تأثيرا كبيرا على التعليم أو الخدمات الإنسانية في مجال التعليم، وهذا يؤكد السمعة الكبيرة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الدولي. في الواقع اليونسكو هي الوكالة الأممية الرائدة في مجال دعم أجندة التعليم 2030، والتي تركز في ضمان التعليم الشامل والمنصف والجيد وتعزيز التعليم مدى الحياة للجميع. أعتقد أن الهدف العام للجائزة يركز في تعزيز الإنصاف والجودة في التعليم، وهو توجه يتوافق بشكل تام مع أجندة اليونسكو 2030، وعليه فإني أعتقد أن هذه الجائزة تمثل واحدة من الآليات التي تعتمد عليها اليونسكو لتعزيز أفضل الممارسات لدى الدول الأعضاء وتحقيق أهداف أجندة اليونسكو 2030. إن الجائزة ستمكننا من تحليل أفضل الممارسات وفهمها بشكل أفضل. الجائزة تساعد بشكل مباشر في التعريف بأفضل الممارسات وتعزيز الابتكار، وهي قائمة على مبدأ الوضوح والشفافية، وهو أمر يساعد في توفير نماذج واضحة بشأن نشر أفضل الممارسات في جميع بقاع العالم. كما تساهم الجائزة في إنشاء مجتمعات ممارسة تتكون من الفائزين بها. الجائزة متسقة بشكل تام مع أجندة 2030، لأنها تهتم بمبدأ الإنصاف في التعليم من خلال تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم. إنها تساهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمستدامة متعلق بالإنصاف والجودة والجمع في التعليم والتعلم مدى الحياة. فعالية هذا اليوم كانت من الفعاليات الناجحة جدا، حيث ألقت الضوء ومن خلال بدءا بمحاضرة سعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، ألقت الضوء على مكانة الدولية لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استخدام التكنولوجيا في الاتصال والتعليم، التي
ابتدأت وبجهود كبيرة جدا من مملكة البحرين لوضعها ووصولها إلى هذه العالمية منذ العام 2006 ومستمرة لحد هذا العام